إسبانية عاشقة لمصر وقعت في غرام قرية تونس بالفيوم وتروي قصة وإعلان وإشهار اسمها. كنت أبحث عن الراحة والقرآن دخل قلبي في ثانية. تعلمت من المصريين معنى كلمة عيب وبحس بالأمان في أم الدنيا وبعتبرها بلدي. لشيتا أسبانية تعيش في مصر منذ أكثر من 17 سنة. أتت إلى أم الدنيا في رحلة سياحية جذبتها الطبيعة الخلابة وقلوب المصريين. جابت الفتاة محافظات واحدة ورا التانية، ولكنها في النهاية وقعت في حب قرية تونس بالفيوم، فعزمت على ألا تتركها وقررت أن تعيش فيها باقية أيام حياتها. تعمل الفتاة الأسبانية طبيبة علاج طبيعي ومتخصصة بالعلاج وبالحجامة. منذ فترة طويلة فتقرتها واحترفتها في قرية تونس، ولذلك عرفت بالميوف الفيوم وذا عاصتها، وأحبها أهل القرية وذابت في العيش وسطتهم وأطلقوا عليها اسم ملك. سموها ملك. المهم لاتسيا تشهر اسمها. قلبي فتح القرآن في ثانية، وصورة النساء خطبت قلبي. عاشت الفتاة سنوات كثيرة تبحث فيها عن الراحة الإيمانية، وذهبت إلى مكتبة الحي التي تسكن فيه وأمسكت بنسخة من القرآن الكريم المترجم من العربية للأسبانية وقرأته، فوجدت ما تبحث عنه: نظام الحياة العادل الذي لا يشوب شائبة، وخاصة صورة النساء التي تحمل العديد من الأحكام الحياتية والخاصة في الميراث. وحسب ما نقول أو ما تقول الأخت ملك لي لنا، قلبي فتح للقرآن في ثانية وصورة النساء خطبت قلبي رغم صعوبتها، فأسلمت على طول. وبعد إسلام أو إعلان لتسيا إسلامها، ظلت تبحث عن مكان تعيش فيه ديانة أهله الإسلام، وسافرت لدول عدة تبحث عن ديانتها وعن غايتها حتى وجدتها في مصر. فقالت: لفيت بلاد كتيرة عشان اللي شفته بالقرآن عايز أشوفه بالحقيقة، عايز أشوفه بالواقع. رحت الغرب المغرب، ورحت تونس، ورحت الأردن، ورحت السعودية، ورحت تركيا، لكن ما لقيتش اللي بدور عليه. لكن مجرد بجيت مصر الوضع كان مختلف. ايه بقى الاختلاف هنا بقى؟ هنشوف. تقول ملك عن قرية تونس في محافظة الفيوم انها مختلفة عن اي مكان في مصر. يوجد فيها الطبيعة الخلابة والعادات والتقاليد المصرية الأصيلة، بالإضافة الى انها مكان سياحي. وأصبت أهلها الناس هنا طيبين ومتعاونين، التعامل باحترام مع الكل وفي حرية. اتعلمت الأكل المظبوط زي ست البيت. وقالت ملك: تعلمت من المصريين دروس الحياة، هناك مواقف عديدة جمعتني بيهم، اتعلمت منها العيش وكيفية التعامل مع المواقف والأحداث اللي ممكن تصادفني في حياتي، وتعلمت فيها ان الطبخ اول اكلة عملتها وكانت الملوخية، وبعدها طهيت محشي الكرنب، واصبحت الان اطهي الاطعمة مظبوطة زي شيء ست البيت بالظبط. وبالاعياد كنت بعمل الكعك والبسكويت والكيك والحلويات. اتعلمت النظافة من ست البيت. الستات في البيوت نظيفة جدا، بتغسل الفراخ والخضار وكل شيء، والبيوت نظيفة مترتبة. والمانيا واضح ان مفيش نظافة يعني كلامها. الست المصرية دي لازم تعمل لها تمثال، ست شاطرة وجدعة وبتعمل كل حاجة، وقوية، هي قوية الست المصرية فعلا حقيقي يعني. أما عن جيراني فكلنا هنا حاجة واحدة، كلنا أسرة. لما أكون تعبانة ألاقي جارتي وصاحبتي تجيب لي الأكل، واحدة تجيب لي بطاطس، واحدة تعمل لي رز، واحدة تجيب لي فراخ، واحدة تعمل لي لحمة. وامشي في الشارع بتنادي عليا واحدة تقول لي: يا ملك تعالي كلي معايا. هو كل حياتك اكل يا ملك ولا ايه؟ مش فاهم انا يعني. مش حد يقول لي تعالي طب نصلي سوا؟ الحاجات دي مش موجوده في اي بلد تانية في العالم والا الفيوم فقط، كما ذكرت ملك اثناء حديثها.
هذا ليس جدال أو ليس فيه أي نوع من كلام يثير الغضب. تعشق ملك عادتنا وتقاليدنا المصرية القديمة تمارسها بسهولة متناهية. تقول ملك عن المصريين هنا بيزعلوا بسرعة بس بنفس الوقت بيتصابوا بسرعة. ودي حاجة حلوة أنا بحبها، أنا اتعلمت بقى إيه أكبر دماغي عشان الدنيا تعدي. وصفت ملك المصريين قالت يحرصون على ألفاظهم أثناء الحديث فلا تجد أحدا ممكن أن يجرح غيره بكلمة. ليه يا ست من تعدى في السماء ولا إيه بالظبط يعني؟ حتى ولو كانت صغيرة تعلمت منهم كلمة عيب، هذه الكلمة لا توجد لدينا في أسبانيا. يا سلام، فهناك كل شيء مباح. والله أنت أدرى، أنا ما سافرتش ألمانيا صراحة. أشعر أن مصر مالها بقى مصر؟ مالها مصر؟ أشعر أن مصر قد عشت هنا أكثر مما عشت في أسبانيا، وشعرت بذلك حين سافرت إلى أسبانيا وحين هبطت الطائرة في مطار مدريد. شعرت إني ذاهبة سياحة، وحين عدت إلى مصر شعرت بإني في وطني الأصلي بالأمان، وحين عرفت إن دي بلدي مصر. كيف تقضي ملك يومها؟ تستيقظ ملك من نومها كل يوم الصبح مع أذان الفجر، تصلي فرائضها وتبدأ في تحضير الطعام، ثم ترتب البيت، وبعدها تعلم الأطفال القرية اللغة الإنجليزية، وتقول ملك أنا بحب الرياضة جدا وخاصة ركوب الخيل والدراجات واليوجا، وعادة بروح للصحراء أمارس إيه التأمل وأشعر بوجود الله هناك في الصحراء. ومن أي حادثها قالت ملك أنا الحمد لله تمام، مش محتاجة أي حاجة تاني غير إني أشوف الناس اللي حواليا مبسوطين وبسلام. شكرا يا أخت ملك، وسلام وسلام سلام سلام. طيب احمد البشاوي تعتنق المسيحية، هل الكلام ده حقيقي؟ هنعرف. في بريطانيا هل اصبح اعتناق المسيحية لتفادي الترحيل؟ هل طيب بيقول ايه؟ كشفت معلومات حديثة عن ان المشتبه به في تنفيذ هجوم بالحمض الكاوي في جنوب لندن مؤخرا أدين بارتكاب جريمة جنسية في سنة 2018 نجع به. هناك فتاة ملحدة تعتنق المسيحية ثم تشهر إسلامها. إليكم الحقيقة المرة، آلاف المشاركات حصدها فيديو يدعى ناشروا أنهم يظهر فتاة ملحدة اعتنقت المسيحية ثم أشهرت إسلامها، إلا أن الإدعاء غير صحيح. فالفيديو يظهر فتاتين مختلفتين، الأولى اعتنقت المسيحية في البرازيل خلال الأشهر الماضية، أما الثانية فأشهرت إسلامها في فرنسا 2021. بتقول ايه بقى؟ البحث عن الجزء الاول الى النسخة الاصلية تقول ان فتاة تظهر في الكنيسة وتعلن المسيحية والاخرى تشهر اسلامها. هذا الكلام لا نعرف مدى صحته. توتر على خليفة
ماذا يقول؟ تلوح في الأفق ملامح أزمة طائفية على صعيد مصر بسبب اعتناق فتاة مسيحية الإسلام، ووقعت مناوشات بين أسرتها وآخرين، بينما تظاهر المسيحيين لاستعداد تظاهر مسلمون أمام مركز الشرطة احتجاجا على ما أشيع بشأن اعتقال الفتاة وإعادتها إلى الكنيسة وطالبوها بتسلمها. اختفت فتاة مسيحية تدعى روما شنودة من قريتها ببيت علام من مركز بليانا محافظة سوهاج، وأثار الاختفاء الكبير من الغضب في أوساط الأنباط، لا سيما أن عمليات اختفاء الفتيات والنساء تقرر في مصر، وعادة ما تظهر الفتاة وقد اعتنقت الإسلام لأسباب عاطفية. وحرر والدة الفتاة محضر بمركز الشرطة، واتهم به أحد الشباب باختطافها وإجبارها على اعتناق الإسلام، وتظاهر العشرات من الأقباط وقطعوا طريقا احتجاجا على اختفاء الفتاة، وطالبوا قوات الأمن بضرورة إعادتها إلى أسرتها، ووقعت مشادات بين آخرين من المسلمين في قرية الوحدة، لا سيما مع تردد أنباء عن هروب الفتاة مع شاب يدعى إسلام. وبينما تشغل الأجواء بين المسلمين والمسيحيين في قريتي بيت علام والوحلية، ظهرت الفتاة في مقطع فيديو وهي تعلن فيها الإسلام، وقالت الفتاة بصوت طفولي: بسم الله الرحمن الرحيم، أنا اسمي روما شهودة، سني 18 سنة، من محافظة سوهاج مركز جرجا بيت علام، وقالت أنا عايزة أعلن الإسلام، ومحدش لها حد ضغط علي، وأنا رايحة بكرة الأزهر عشان أعلن إسلامي هناك، ومحدش غاصبني عن أي حاجة. وظهر في الخلفية صوت رجل يلقنها الشهادة، لكنها تلعثمت في نطق الشهادة وقالت أشهد أن كذا 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 كذا، ثم عودت نطق الشهادتين وقال أشهد أن كذا 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 وأشهد أن كذا كذا كذا. اختفت الفتاة من جديد بعد نشر مقطع الفيديو عبر موقع اليوتيوب، وصرت هناك شائعات تفيد بأن الشرطة أرقت القبض على الفتاة وسلمتها إلى الكنيسة، وأثارت تلك الشائعات غضب المسلمين، وتظاهر العشرات منهم أمام مركز شرطة البليانة وطلبوا تسليم الفتاة إليهم. شكرا لكم أحبائي وأعزائي، ولكم من كل الحب والتقدير، وسلام ربي يكون معكم. آمين آمين آمين.